اتفضل. المفترض على المأموم في صلاة الجمعة في جلسة الاستراحة الوسطى وفي رفع اليدين في الدعاء الأخير قبل الإقامة. ايه المشكلة؟ أنا في جلسة الاستراحة الوسطى للخطيب، ايه اللي يجب المشكلة؟ عليه فعله إيه كمأموم؟ ما في واجب عليك، ما في شيء واجب، لكن إذا قال استغفر الله واستغفرنا، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، دعونا الله، إيه المشكلة؟ نرفع ايدينا وندعي يعني؟ إيه المشكلة؟ ما في، أنا أرفع يدي وأدعو، ما المانع لي؟ أنا بسأل بس لا لا للعلم حرج، يعني. لأن في بعض المتنطعين يشددون من إخواننا ويحرمون، لا داعي أبدا للتحريم ولا أي نص عندنا على التحريم أبدا، ولكن كل ما هنالك أنه عفوا أحب أن أوضح وجهة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، العلماء اختلفوا في تعيينها ولا يثبت فيها أي حديث عن رسول الله، فإذا رأى شخص أنها أثناء خطبة الإمام لما ورد في صحيح مسلم من أنها ما بين أن يجلس الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، وإن كان الحديث معلول وفي مسلم لكن معلول، لكن أحد قال به ما في مشكلة وجرى عليه عمل الناس، الدعاء في هذا الموطن ما في عندك أي مشكلة. جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى. الله يسلمك. السلام.